البيعة وشرية مينفعني معها غير التكنيك، وهاد التكنيك هالي غتفك لي الحيرة. هادي ما تعرف لا غش لا دغل، عندها غير أغراس أغراس. ركب لي الحجرة ديال الدرهم مشي معاك النيشان بحال غادية في لوطوروت. التبزنيس أسمعتك دوا التبزنيس وإلا فلا. هيا لكن بالله تنحسب المصاريف. هيا عاد نشوف أنا شحال شاط ليا في الربح. عندك أسيدي المعايزات بقاو عندي شهر، كنت نعلفهم النخالة الخبز كرم وخا مرة مرة كنت نعاود الزبالة اللي حدانا 500 ديال في النهار كانت ياكل. واخا 530 هي أمي أمي رانا خسرت ماشي ربحت. ياك لاباس عمي مالك؟ شيت ندير فايض فايض؟ ياك لاباس عمي مالك كتهضرب بوحدك؟ ياك لاباس مشروع في لاحقة الدخلة، كون نجح كون عمك ترفح كون راني دخلت البورصة القيام. يا لطيف يا لطيف، وشحال تقام عليك هذا المشروع الفلاحي الضخم؟ تقام عليا سيدي ب20,000. ب20,000؟ وخسرت فيه 9,000 ريال. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا أحزنك الله لا أحزنك. كتهكم عليا؟ ما كتهكم مالك؟ إي خسرت فيه 9,000 ريال، فلوس طائلة هذه، فلوس صحيحة اللي مشات ليا. أنا كنتألم معاك، أنا كنتعذب معاك، أنا 20,000 ريال ضيع بحال هكا ماشي مشكل. قول لي فاش درتي هذا المشروع هذا؟ ديالاش هذا المشروع؟ شريت بهم المعيز. نعم أسيدي المعيز؟ المعيز بلقيتي كاع انت فاش دير هذا المشروع غير في المعيز؟ مالك كي شكل المعيز؟ كي شكل المعيز؟ كتعرف انت شي حاجه الاستثمار ديال المعيز؟ نوض عليه نوض 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 من داك التهكم ديالك نوض. الناس كيديروا مشاريع في الطوموبيلات، كيديروا مشاريع في البورتابلات، كيديروا مشاريع في شي حاجه اخرى، حتى المعيز ما لقيتي غير المعيز. فوتني فوتني اش تعرف انت المعيز؟ فوتني فوتني الدراري اش عارفوا الاستثمار؟ 9,000 ريال اللي مشات ليا. لماذا تخمم يا صديقي؟ يا صديقي أخمم في الزمان الذي خلا دار أبي. دابا اللي سمعت تقول الهضرة تقول الزمان سالف عليك وكنسى عليك تنفخك في العين. وكاين شي نفخ العين أكثر من هذا اللي واصل ليه؟ غرقت في الكريديات، الملك راه كيتساب، الضو كيتساب، الما كيتساب، الخضرة كيتساب، الجزار كيتساب، ولاو سامعين عليا بالضبط. الله يقول لك كنخرج الا بالسخطي حوايج المادام. الله يا خويا وهاد الدارية اللي كنخرج بالمتاب والجلاب. دابا انت على هاد الحزاز وراك كتبدل حتى صوتك. وانا كنبدل غير صوتي، انا كنبدل صوتي والمشيه ديالي وكنغطي كيبقاو فيا غير عيني. وهاد راه خاصك تقول لك على هاد الحساب سوا فك غير سي حلاتي. وشنو اخويا دير شنو؟ ما حد لي انت شنو ولا حد شحال شري انا مزوج ولا ربوع دور 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 تبرر مع الزمان. ما تبقاش غير مزبد اصاحبي والزمان قصح وينو والمرضى ما بقاتش قدا. شوف ها قال لك شي سي بيعه وشريه بحال الناس. بيعه وشريه؟ انا بيعه وشريه سهله. وفين هو راس المال؟ فين هو المحل؟ غير اش ندير بيعه وشريه؟ وهذا ربوع غيب سويه غيب سويه راه بالمال تيتكري بوتنزال ما مثلا فرس في الزنقه. نخرج في الزنقه ويقول لي انا فخر هي من البوليس كيجري عليا من القنطره ديالك. وحتى انت ما تخلص لا كلام لا ضريبه. طيب الفكره ها انت تشوف ولدي شو هاد الوالد ديالك ماذا بغى يدير الاجتماع غير دابا من اللي عارفني انا عندي مباراه مهمه في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ؟ ايه مباراه ديال داما مع دوك اللي كيريحوا في راس الدرب كارطه وداما. لا لا صافي شوف شوف ابو سيدي دابا انت غير تبدا المباراه غادي نجمع كاع الدراري ديال الحوم اصحابي وغادي نبدا كنشجعوك واخا تكون خاسر. هكاك غوت صافي غوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين هادو؟ نظيره لبنى اجتماع الله يخليكم. يلا ولدي يلا سيدي يلا 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نفتتحوا هذه الجلسه ديالنا بهذا الاجتماع الموقر انطلاقا من المثل المغربي اللي كيقول اللي حشم في اللي ضرو الشيطان غرو.
بكل صراحه انه ابتداء من تاريخه هذا 22 جمادى الموافق ل 13 تنبير انه راه حتى شي واحد ما عنده الحق انه يعيش في هذا الدار الا الى كوتيزا. شنو هي كوتيزا؟ يساهم. كيفاش؟ قول لي يا مربوح كوتيزي. الله يخليكم ما يمكن ليش نخبي اكثر من هادشي، لان المثل المغربي كيقول هادي راني غرقت كريدي. وخويا منين انت ما قادش علاش تزوجتي ولدتي؟ الله يخليك نظيره، شويه ديال الاحترام، نكونوا صراحة مع بعضياتنا، لان النساء اللي هما كيعاونوا الرجال ديالهم راه هما كيساهموا، والمثل كيقول يد وحده ما كتصفق. اسمح لي الوالد بواحد التدخل الا سمحتي. التدخل ديالك مرفوض بتاتا. ومازال ما قلت والو انايا. قول واخا. دابا انت قلتي كوتيزي وياك حيت ما قالش تصرف عليا لاش والدني كاش مشغول. انا كبرتك وعلفتك حتى وليتي قد العجل ودرتي 20 عام، والمثل المغربي كيقول اللحيه ما كتهز اللحيه. ها انا ما عندي لحيه. راك غير مكرط تحبك انا ما عايقش بيك ولا الزوار ديالي شكون اللي كيساليهم ليا من غيرك. ولا بكري وليت طبيبه ودرت العياده وتزوجت ولدت وليد وبنيته. شوفي يا بنتي يا الوبنه راكي عزيزه عليا، ولكن بصراحه بصراحه خصك تعتمدي على نفسك، لان المثل المغربي كيقول ما يحكوا لك الا ظفرك وما يبكي لك الا شفرك. أولي خليتك هضرتي تاعيتي، وانا زعما لي قلت زعما باغي نرتاح عند ولدي. اسمح لي الوالد الله يرضي عليك، حنا ما نكذبوش على بعضياتنا، لان المثل المغربي كيقول الدوام كيتقبر الرخام. شنو هادشي مربوح اللي كدير اويلي؟ الله يخليكم قولوا اللي بغيتوا، انا راني قررت وهذا القرار لا رجعة فيه. اللي بغى يجلس معايا مرحبا به، ولكن يساهم. والمثل المغربي كيقول دوام الحال من المحال. السلام عليكم رفيع هاد الجلسه. با حدو انا مزوقه فيك ما ديش عليه، راه غير واحد السويعه ديال الغضب وغتفوت. سيدي قدامي نكملو سيدي، هادشي مابقاش كيعجب سيدي. انا بعدا ما بقيت فاهم والو، كيفاش ما تديش عليه؟ يلا با سيدي، ياك ولدك هذا ياك انت اللي مربي، يلا خطب حق الفيتو وشوف شوف لينا شي حل في هذه المعضله. الحل الوحيد بنتي لبنى هو نتحركوا. انا ماما ما كنعرف نتحرك غير مع الكتوبه. خاص كل واحد فينا في هذا الدار يخرج يدبر على راسه. واش بغيتي بابا كيشو هنا وانا عييت من بخي على الجيران؟ ماما ولكن انا والله ما كنعرف ندير شي حاجه، انا ما كنعرف ندير والو. وعنقي البصله عندك تاكلي نصها. نقي انا البطاطا. ها هو العدسه وقيتو كانشف. ها هو قلبي يلا حتى كيلو ديال العدسه هاد لي ربعه وراه عمر حجر. شي هاد المره قول لي نقي الحجر من العدس ماشي العدس من الحجر. وهادشي اللي جاب باباك؟ شي اللي جاب بابا هذا راه ملقط من الارض، هذا ماشي مشري. هاك حطو تمتا نوض نطيبو. عمدرا لطفي لقيتي الخدمة؟ واش الخدمة؟ فين هي الخدمة الله يبارك؟ واش درتي مع هذاك صاحبك مول القهوة اللي قلتيها تمشي عنده؟ صاحبي؟ مشيت عنده قال لي بغا شي واحد اللي يغسل ليه الاواني. ايوا هذا كنديرو في الاول تجربة تيست. ايوا ما فيها عيب اولدي. فيها عيب؟ انا قلت لك فيها شي عيب. لا لا نديرو هذا التيست هذا. دخلني واحد الكوزينة كبيرة كيف واحد الطبلاكه وبدا كيحط ليا 500 طبصيل 300 طاسه 500 فورشيطه 300 ديال. قال لك هادشي كله قال لك نغسلو لك في ربع ساعه. ربع ساعه مالك في الجابون؟ انا بغيت كفيه بوفالج. ايوا شتي لطفي وليدي كون دوزتي ستاج مع ماماك وكون كاع ما وحلتي باش جاوبتي السيد. بالحق انا قلت لي واحد الجواب قاهر دايخ. اش قلتي له؟ قلت له اسمح لي نستاشر مع مدير الاعمال ديالي. عندك مدير الاعمال؟ انا بعدا خممت واحد القضيه ما باقيش نمشي عند شي واحد نطلب له الخدمه ولا شي حاجه، غادي ندير اعمال حر صافي. شنو هي الاعمال الحره عاوتاني؟ ندخل وقت ما بغيت نخرج وقت ما بغيت ندير اللي بغيت نتعامل مع من ما بغيت لا رئيس ولا مرؤوس. ايوا وتنعس وقت ما بغيتي وتفيق وقت ما بغيتي. شتي خدمه ما لقاوهاش حتى الناس اللي في البرلمان لقيتي عاد انت؟ البرلمان لقيتو انا بعدا والله وصلت للقانون حتى نتقدم الانتخابات. ايوا واخا دابا نشوف انت تلقى اللي ينتخب عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس راه بحال جلس. ايوا انا بعدا يقولوا واحد المثال،
إذا حضر الشياطين غابت الملائكة. سير 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 جيب دورة ورجع. ما تديش عليها يا رابح، والله لا تحطي بحال درهم الحلال. أنا نسك بغيتك تفيدني بواحد الحاجة. نفيدك؟ علاش ديما نفيدك؟ علاش أنا كنجي غير باش نفيدك أختي نظيرة؟ بحق طيبي لي واحد المليط. ما كاينش أخويا البيض باش؟ ها هو جبته. ويلي بيضة بيضة. أنا بغيت بغيت غير نعلم الجوع. حطها تم. قول لي. نعم. دابا اللي بغى يتحرك اشنو يدير؟ ينوض الصباح بكري ويمشي يجري. ولا بغات تقول لك البيع والشراء تجاره. البنه كتفهم احسن منك. اللي بغى يدخل ويخرج في الفلوس اش يدير؟ يعني داك الشيء ديال الاستثمار. وياك وياك وتمشي تشري المعيز. المعيز؟ السيد مكي هذا تعطلتي عليا خويا، تعطلتي عليا. مع الوقت مع الوقت. يلا سي وريني جبتك سلعة. تفضل بعدا. ريح لي ريح ريح ريح. سكوند واحد وهنا عندك. يلا هانا سيدي ها السلاح. هاي جبت لك سيدي تسابيح. وجبت البزاط. وجبت العكاكس. التسابيح مزيانين. أيه. ياخذوهم الناس. أيه. والبزاط نتا هما يتباعوا. أيه. ولكن العكاكز هدا عليا. علاش؟ علاش انت دابا نيت؟ ما خصكش عكاز؟ كيفاش خصني عكاز؟ انا مولاي راه برجلي وبصحتي. انا راه كنضرب 50 كيلومتر كل صباح. اي كنضرب هذيك 50 كيلومتر وانا كيراه في الطوموبيل. المهم العكاكز ما يصلحوش ليا. ياك؟ أيه. شوف اه. الا ما صلحوش لك هذا العام يصلحوا لك العام الجاي. واش انت غادي تبقى صغير؟ لا بدا غادي تقوس من ظهرك. لا بدا غادي تعيا. شكون اللي غادي ينفعك من غير العكاز؟ ووليتي بيع وشراي مدرب. ايه شوف وراني جبت تسابح ديال سعوديا. ايه وتسابح مصريا. أيه. وتسابح عراقيا. بغيتي تشوف هالسلعه هي واجده. المهم اسي ما كاين باس حتى العكاكز. المهم دوزهم عندي الحانوت. ايه وغادي نخلصك. تخلصني؟ ايه أه واخا ما قلتي عيب. والعربون؟ ايه العربون. ايه المهم تدوز عندي المحل. ياك؟ ايه واخا ما قلتي عيب. ما كنتي عايب سيدي ما كنتي عايب. يلا وف سلامة سلامة. بحال كتخرج الفلوس من فم السبع. الله كيقول وقول اعمالو عمتي داري. المهم كيدوزتي لنا بعدا كيدوزتي لنا بخير. ايلا بخير بعد كلش. واش تعرفي خوك مجبد كريت واحد البيكالام عند السيكليس وبقيت كاع الاعداديات درت عليهم. كيري بولغراس 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 بولغراس. خمر رجلي خمر حفصي جيبي لي شي شويه الماء سخون الله يخليك. نكمد رجليا واعطيني تانا لاكلاص. سي لا بقى واحد خليته لبوسيدي. ايوا انا كيفاش انا سيري خودي انا بوسيدي حتى غدا ونجيبو ليه. يلا امي ما كاين حتى شي حاجه كتبلع عليا. برا دريب هاك بقى واحد ولكن داب. انا ناكل هذاك والله الا مصدق. بلاش ناكل خليه خليه. نوض نوض لطفي نوض نوض نوض. هادو صحاباتي غيكونوا جاو نطلع. ويكون صحاباتي مالي اويلي يشوفوك في هاد الحاله يقولوا لطفي الزاز الواعر البوكوس ولا كيبيع لا كلاس. نقول حوا نمشي نبدل حوايجي ولكن غنزل عندكم. بقاو هنايا سير سير لا تشوهني سير. شفتي هذيك ديال الكوزينه ديال الكوزينه غبرها ما تبانش. اهلا جود هود كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك. اش اخبارك؟ اخبارك يا حبيبه؟ الحمد لله بارك الله فيك. وحشتك. صافا الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. اجي فينا هي هذيك هند؟ قالت لي تجي معاك. ايوا كيف اتفقنا ولا
ولكن عرفتي دزت عندها دابا للدار عرفتي شنو قالوا لي بكل بروده. اش قالوا؟ قالوا لي بانها مشات للحمام هذه 8 الصوايع مازال ما جات. انت لا نسكع بالحق انت ما عندي ما نتسال كلمه ايوا الكلمه والله العظيم ايوا البنت هي الكلمه. واش هذا الشيء؟ واش هاد التفركيس؟ وري 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 بالحق عرفتي شنو اش عيط لك؟ عندي شي سلعه غتزيد لك في هاد الشيء النص. ايوا يلا وريني. زيد ادخل ها انتي تسنينا غنمشي نجيبها. يلا هيا هدايا. اوكي هانتي عندي لي فوسيل غادي يردوا لك في الشفر جوج. عرفتي من هاد العين طيحي 15 ومن العين الاخرى 18. واش هادو هما الاخرين اللي قالوا لي كيتلصقوا بوحدهم بلا لصاق؟ مورا هادو ما كاين حتى شي حاجه. اخر حاجه في السوق جبتها. بحال نوليو بحال هادوك المشهورين اللي كيبانوا في التلفزيون. وهادو لي فوزونغل عرفتي الضفر غيولي فيه مترو ولا يهضر معاك ولا قلع عليك الحياه. ما كاين غير جبد. احسن حاجه هادي عجبتيني فيها. هانتي اختي السعديه هادي جلابه العزوزيه الله كملتها دابا دابا هانتي قدام عينها غتديها ليها وما تفكي معاها تعطيك 600. وشحال دايره ليا في البورسانتاج؟ الخير والبركه دايره ليك في كل صخره 20 ريال. قولي لي بعد غير 30 جاتك لاله ولكن بشرط غادا تدوري ليا على الديور ديال الدرب دربنا ودرب المعطي وحده وحده. غتمشي عند العيالات نقول لهم اللي خصها الصابون البلدي ولا القطران ولا الغسول. ايوا الكحل والحنه ولا ما كاينه محنه. الله يهديك غادي تجيني الحنه والكحل والسواك ولكن حتى السيمانه الجايه حيت ساتي من غادي الرشيد عاد خرج اليوم في العشيه. وطرقونا للفراج واش انا غنبقى كنتسناكم حتى الغدا ولا شنو؟ لا تامر بوح ما تغوتش خلينا نحسبوا في خاطرنا ياك. انا خصني نغوت نعرف انا فلوسي فين مشى ورا راس المال هذا غادي يمشي يضيع عليا. صافي صافي المعلم مربوح انا ساليت. يلا قول شنو عندك تما؟ عندي 15 درهم ديال الصندوق كان باش كريت الصندوق و7 درهم ديال باش كريت البيكالا 2 درهم البلوزه والكاسكيطه عندك اسيدي 6 درهم ديال الكارديانات البيكالا الا كبغيت نحطها قدام الاعداديه عندك اسيدي 30 درهم طاحت ليا. ايوا واش بقى؟ شنو كاع انت كلشي خسرتيه؟ ايوا زيد كمل. واحد 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 الكلاص داب وثلاثه تهرسوا حتى شي واحد ما بغى يشريهم راه ما باقي تما نوريهم لك. ايوا شنو شريتي من هاد البيعه وشريها؟ ارباح 70 درهم. فين هي 70 درهم؟ ها دابا نعطيها لك. راه سيدي اش غتعطيني دابا تعطيها لي؟ طلق لهنا دابا نعطيها لك. والله ما يتسالك شيء. وانتي؟ انا بابا بعت تريسيل ب 20 درهم. مزيان. وعكار ب 15 درهم. ايه. وفوسيل ب 40 درهم. وفوزونغ ب 45 درهم والبينيفيس 120 درهم. هاري بنيتي الله يرضي عليك ما يسالك شيء انت اللي قاري هذاك الشيء عندك مجيب بتبارك الله. سالك شيء. انت يا لالا نظيره؟ انا مولاي مربوح عندي 3340 درهم. بالريال ياك عرفني كنحسب غير بالريال. اي ريال. هانت اسيدي. عندك سيدي العزوزيه 600 ريال ديال الخيطه الجلابه. معقول. وصفيه 1000 ريال فيها 15 كيلو قطران. وفاطمه مولات الكارطه عندها 500 ريال قالت لك بغات سيدي تصبغ بالقطران العتبه باش يجيوها الكليان. وعندك سيدي خدوج مرات العربي 500 ريال كلها حنه وسواك ورشيده 400 ريال درت لها لوغري التكشيطه. ها انت ها 3000 ودابا غنعطي 1000 ريال دارت حيت مازال كيساليوها لي هاد الشهر نوبتي. وها 2350 ريال. اري اري بي اري 1000 ريال انا كاين لا دارت ولا باش حنا في دارت ولا ما دارت؟ خصنا نشوفوا راس المال فينا وتقول لي دارت. يلا بدينا غادي تدخل لي دارت. يلا وانت الوالد؟ الدوليه السلاح. ايوا ما لا فضل لا راس المال؟ لا لا قال لك واه بقات واحد 12 100. دخل دابا ولا حتى الرشاد؟ شكون شي تيقول تاخذ هذا فورا تاخذ تضربكم الله ولا عندي في البلاصه وخليه هذه شد بها الطوبيس الله يهدي لك. انت اللي فتيتي علينا الري اش درتي؟ اش درت؟ اي ما درتش ياك انت مول بيع وشريا وانت اشنا هي المفاجاه اللي غتسدنا؟ انا داير مشروع خطير انا وخويا رابح. ياك ما المعز اش من
هادي شي حاجه اللي ما كدورش، عرفتي شي هذاك حطو على الجرح يبرا. اه يا عندك هاد البيعه والشراء اللي قلتي لها تكون خطيره ولا شي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. ارا شوف واش حاج معتيك. ها اضرب. كل شيء في امان الله. ياك فليساتنا رديناهم بالريال اخوه، وتقول فرانك ضاح. واخا واخا واخا. والفضل فضل ها هو. اعشام خير.